اتفقت لجنة العسكرية المشتركة على التالي: واحد، تم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط الطماس، وتعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها في مدينة سرت بحضور لجنة عسكرية المشتركة في القريب العاجل مع وجود البعثة الأممية. اثنين، اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر. ثلاثة، اتفقت اللجنة على تدابير جهازية المراقبة بما فيها المراقبين الدوليين. أربعة، تم تحديد عامل اللجنة الأمنية المشتركة في ود الترتيبات الأمنية في المنطقة المهددة. وقررت اللجنة العسكرية المشتركة أن يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت. ستة، قررت اللجنة العسكرية المشتركة أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة تيهون وسرت. سبعة، يعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة بريغا مع حضور أمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية، وترفع أعمالها إلى اللجنة العسكرية المشتركة. ثمانية، تستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام هذا الملف. تسعة، تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة. عشرة، العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى مدينة سبها وإلى مدينة غدامس مع تأهيل سري للمطارين حسب الحاجة. 11، تشكل اللجنة العسكرية المشتركة لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذو الاختصاص وبالتعاون مع البعثة، ويكون لديها طابع مدني. 12، تطالب اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في تاريخ 23 أكتوبر.